القدره الاجماليه للانتاج بجميع كما نقولوا حنا لي زاكتور سي 22000 بين 20 الى 22000 اس بي يو عندها وحدها 16000 وعندها 8000 في طور الانجاز وراح يتم استلام اخر محطه في المشروع في 8000 هذه في غضون 4 سنوات حوالي 2025. السعر كما نقولوا حنا لو كو ديريكت دو كيلواتور كي نحاولوا لي زامورتيسمون سي ان كو كي تري كومبيتيتيف ميم على ليشيل انترناسيونال لي تري كومبيتيتيف. لا المواطن شوفوا السعر اللي رانا نبيعوا حوالي 4 دنانير. ديروا قوموا بعمليه مقارنه مع جيراننا ولا مع الاسواق الاخرى وشوفوا لا ديفيرونس وهذا لانه الدوله مازال عندها الدوله الجزائريه مازال تقوم بتدعيم المواد الاوليه بينهم الكهرباء. المرحله وين يافي ان بوم تاع لا كونسوماسيون سيتي في المرحله بين 2005 حتى 2014 اللي كانت البحبوحه هذيك الماليه تما يافي اون اوغمونطاسيون انويال اونتر 7-8%. ومن بعد بدات من بعد في المرحله بين 2015-2019 نقصت كما نقولوا حنا لوغمونطاسيون انويال لا كونسوماسيون الى حوالي 5-6% سنويا. و2020 كانت مرحله خاصه اللي هي جائحه الكورونا اللي كما نقولوا حنا لاو ان امباكت على لو سيكتور ايكونوميك اي امباكتي دونك لا كونسوماسيون اون ا اون اوغمونطاسيون د ا بري 3-4%. المحطات الاخيره اللي رانا نبنيو فيها ولا نستلمو فيها هي محطات مزدوجة سي سيكل كومبيني وهذه الخصوصية تاع المحطات هذه هي سي اون كومبينيزون بين توربينات غازية وتوربينات بخارية وعندها مردود عالي حوالي 60% لأن وسائل الإنتاج كانت في سنين الماضية برك كنا نوتيليزي لو سيكل اوفر اللي هو المردود نتاعو أقل من لي سيكل كومبيني دروك هذا وهذا لانه احنا بنفس هاد المحطات نفس قدره ولا نفس الانتاج يستهلك نص الكميه من الغاز فهذا يخليونا نقتصدوا حوالي نصف الكميه المستهلكه من الغاز وهذا باش يتيح لنا اكسسوار للتصدير ولا لاستعماله في شوف فائدة الانتاج عندنا دروك لانه عندنا اريحيه عندنا دو بيريود ديستينكت عندنا لا بيريود دو كرو اللي هي من حوالي شهر اكتوبر حتى شهر ماي هذه هي لا بيريود دو كرو لا ريزيرف تلحق حتى 70-80% من وسائل الانتاج لانه عندنا كما نقولوا القدرات اللازمه في الذروه الصيفيه تخلينا ثاني لانه احنا الذروه الصيفيه نعتبروها حوالي كما لي بريفيزيون تاع 2021 حوالي 16500 ميغاوات وعندنا 20000 دونك عندنا الكميه اللازمه اللي تخلينا نعديو الذروه الصيفيه قدرات تصدير مربوطة بقدرات الربط كان فيه مشاريع يعني ولكن يعني المشاريع هذه مكلفة كان عندنا مشروع إلى كان سمعتوا به في وقت مضى نتاع هذاك الكابل سومارا مع إسبانيا كان فيه مشروع كابل سومارا مع إيطاليا هادو اللي راحين يخليونا عندنا مشروع تاني للربط مع ليبيا على غدامس هادو اللي راحين يطوروا يعطيونا كي شغل القدرات باش نصدر قمنا بالعملية التشخيص الأولى
ومشينا الوحده الاولى بعد 8 ايام. بعد 8 ايام تما الطاقم الليبي شاف يعني القدرات نتاع المهندسين الجزائريين واللي راهم يخدموا على حسب معايير عالميه. ومن تما بدات العلاقه، تحولت من كما نقولوا احنا من اون انترفونسيون كي افي ان كاركتر بوكو بلوس ريلاسيونيل انتر دو باي فوازان، دونك ولا ال سي ديفلوبي اون ريلاسيون كوميرسيال. من بعد فريق بعثنا ارسلنا فريق مزدوج بين فريق بين اس بي يو وجنرال الكتريك، راحوا مشاو الوحده الثانيه. والان رانا في اطار لانه هما الشركه الليبيه للكهرباء راهي تحضر للذروه الصيف، رسلوا لنا باش نبعثوا لهم فريق اللي راهو حاليا راح الاربعاء اللي فاتت راح ليبيا، راهم يقوموا بعمليه تشخيص في 3 محطات، محطه الخمس، محطه الزاويه، ومحطه في طرابلس في جنوب طرابلس. وعندنا مشاريع اخرى، عندنا مع شركاء اخرين، مع جنرال الكتريك راهم يطلبونا باش نبعثوا لهم كما نقولوا احنا مهندسين راح نقوموا بعمليه صيانه في العراق ان شاء الله. الفريق الاول راح يروح في شهر ابريل. عندنا ثاني هنايا مع متعاملين جزائريين. في 2020 بدينا يعني كما نقولوا احنا العمليه كانت محتشمه، بالدولار دخلنا حوالي 150 ولا 200 الف دولار، مي في 2021 راح نجوزوا للملايين الدولارات ان شاء الله. ان شاء الله، وهذا بفضل الاطارات الجزائريه